الأفوكا صار جزء من الخضرة اللي بنلاقيها يعني بالأسواق، مش أو فاكهة لازم أقول، مش من الأشياء اللي أصلاً بطبيعتنا ولكن صار موجودين. صباح الخير مارك. هاي. How's everything؟ سافا كله تمام. 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 أفوكا في أنواع في أشكال ورح تفسرنا شوي أكثر اليوم. أول شيء ليه ما بيستووا؟ صح. لما ما بيستووا والفرايز والانواع الموجوده وكيف نتعاطى معهم. صح. هلا البرت قال لك انه نحن هذيك المره مش هذيك المره الجل الثلاثه عملنا حلقه عن الافوكا، فسرنا لانه كان كثير عم يجي اتصالات المشاهدين عن الافوكا، ليه هالقد اوقات ما بنعرف نعتني فيها، ليه بجيب افوكا ما بتستوي، ليه بتستوي، وكل هالقصص كلها. وحكينا عن شغله رح ارجع بس اذكر فيها كثير مهمه لانه كثير سالونا حتى بعد الحلقه عنها، رح احط صوره ونحكي عنها، يلي هي دائما الافوكا في عنا نحن دائما لازم نتبع شغله انه الافوكا هو انثى، يعني الزهره في عليها دائما انثى وذكر. هلا اذا ما حفظ عم يقطع صور هلا بنشوف. الفكره هي اللي نرجع نفسر للمشاهدين شغله كثير مهمه، يلي هي انه انا لما بشتري افوكا دائما بدي اسال اللي عم ببيعني اذا كانت هيدي اي او بي. شو يعني ترجع نفسر؟ اذا انا عندي وحده افوكا في دائما في شجره الانثى بتزهر قبل الظهر والذكر بزهر بعد الظهر، وفي شجره بعكسها، فلازم يكون في بالعكس ليلتقوا بوقت معين الانثى والذكر عمليا. هذه الصوره هلا عم نشوفها قدامنا، نلاحظ انه في منهم الصبح بتزهر الانثى وفي منهم الذكر بيعمل بزهر بعد الظهر، فلازم يكون في عنا دائما بالبستين اي وبي. هيدي الشغله بتصير كثير باوقات، يعني بكون مثلا نحن شارين افوكا وبحياتها ما زهرت، لانه بكون نحن عاده يعني من الشجر لازم يكون في اثنين وعكس بعضهم، مثل كثير يعني مثل السماء مثل الفستق حلبي 100%. اوكي هلا رح اعمل انا كمان شغله ثانيه، هي نفسر على للمشاهدين كمان شو عم بيصير بهالفرايتيز كلها وليه عندنا فرايتيز. هلا هون كثير مهم ننتبه، يعني انا لما بروح بشتري افوكا هلا رجالي بفسره قبل ما نرجع نشوف الصور، لما انا بروح بجيب افوكا في شغله كثير بدي انتبه لها، بدي اعرف انا هي الافوكا اللي عندي. هلا اذا انت فيك تفرجينا الشارت يلي عندك نفرجي انه في شغله كثير مهمه هي نعرف اي متى عم نقطف عليها. هلا اذا بتبين معك اوكي بكون كثير منيح، لكن حسب هالورقه اللي مسكها هلا بنشوفها. صح. الفكره هي شو؟ انه انا في عندي بلبنان كثير انواع، هلا رح افسر عن كل واحد. اللي عم بفرجينا اياها البير هي عاده شغله مهمه، يلي انه اذا ملاحظ مثلا اي متى بقطف هيدي الفرايتي واي متى بقطف الفرايتي الثانيه اللي هي شغله يعني هي اول وحده هون الاعلى وحده الفورتي. صح. الملونه احمر يعني من تشرين الثاني كانون الاول بالاضافه لجانوري فبراير. اذا بدك انا لقيت الصوره عندي هيك بحطونا اياها من عندي هيك منفسر المشاهدين احيانا، يعني هيدا شغله كثير مهمه. اللي عنده افوكا لازم يعرف متى يقطفها. هلا هي مش كثير مبينه رح نشرحها نحن، مثلا اذا انا الافوكا تبعي فويرتي هلا في قطفها لانه هيدا بتنقطف من نوفمبر لحد افريل. اذا الافوكا تبعي مثلا هاس نزلت هلا على السوق وعم يبيعوني هاس، هيدا عندي مشكله كثير كبيره. لا هون هيدي مثلا اذا بدك الهاس فينا نفرجيها بعد شوي للمشاهدين. اوكي. اذا هلا انت نزلت على السوق وجبتها او قطفتها معناتها هي مقطوفه خارج موسم القطاف تبعها، يلي هي مشكله كثير كبيره لانه هيدي اللي معك هلا لو شو ما يصير ما رح تستوي على امها. عم تشوفها هيدي الهاس بدك أوكي. بس يشوف الفرق، لكن هيدي الفورتي يلي هلا فيها نقطفها من مزبط. من نوفمبر ل يعني تقريبا من نوفمبر ل مزبوط نوفمبر لابريل، وهيدي الهاس يلي مش وقتها هلا. شو بيصير اذا بنقطفها بغير وقتها؟ اللي بيصير هو انه الافوكا بعكس كثير من الشجر، مثلا التفاح معروف في سيزون عندنا سنه لنقول، الافوكا فيها تضلها سنه ونص على الشجره. اوقات بيصير على الافوكا انه في افوكا وفي زهور بنفس الوقت. أوكي. اذا انقطفوا خارج الوقت بيكون ما في اساب بقلبهم الغذاء، وهيدي هي ما فيها بقى تستوي برا، يعني لو شو ما تعمل. اذا هلا اشتريت من هذا النوع في كثير مشاهدين بيقطفوا الافوكا بالوقت الغلط او بيشتروا من الوقت الغلط اور سيزون، فهيدا بخلي انه هالافوكا ما رح تستوي. لو حطيت لها تفاح مهتره، لو حطيت لها ورق الافوكا، لو شو ما عملت ما بقى رح تستوي، وبتصير تقول ما بعرف لهيدا النوع بقطفه وما بيستوي. هو بيكون لانه انت مانك فهمان اي متى رح تقطفه، لكن القطف بالوقت الصحيح كثير بالسنة ضروري. هو اللي بيخليها تستوي وتصير تتكل بشكل. هيدا شغله كثير مهمه. هلا انا رح اعمله هلا انا وياك نفرجي كمان الانواع كلها. أوكي. رح نفرجيهم. هلا في شغله بدي عم فرجي نوعين. اول شيء انا لما بزرع افوكا لازم اعرف التحت الروت ستوك شو بيكون، لانه الروت ستوك مهم بعدين بنطعم عليه، لانه الروت ستوك بدلني على اشياء. هلا اذا بحطوا لنا صور رح نفسر للمشاهدين اشياء كثير مهمه. يلي هو انا قلت بالحلقه السابعه انه الافوكا هو من 0 ل 600 متر تقريبا بحب يعيش، بس مش يعني ما بعيش على 700، بيقدر يعيش حسب اذا بنقي الروت ستوك المضبوط. اول روت ستوك رح نشوفه نحن هي نوع افوكا فينا نروح نشتري اسمه توبا توبا، يلي هون مثلا على السريع رح نفرجي انه هيدا كثير موجود بلبنان. اذا بتطلع انه هيدا مثلا معروف عنه انه عنده قدره ضعيفه يتحمل الملوحه، بس مثلا بيتحمل السقيع. يعني اذا واحد بجبل لازم يشتري روت ستوك، يعني هي التحتانيه
الثانيه تكون توبا توبا مثلا. هذا اكزامبل سريع. اكزامبل ثاني المكسيكولا، هيدا معروف انه مقاوم للبرد بس كمان كثير بيتعرض لامراض تعفن، دونك هذا كمان لازم نحن نعرف الارض تبعنا شو هي موجوده شو فيها. مثلا نوع ثالث يلي هو مثلا زوتانو، ما راح فرجي كل انواع، نحن عندنا بلبنان اربعه يلي كمان معروف عنه انه هذا بيتحمل بروده وملوحه بس ما بيتحمل عفن الجذور. فاذا عندك عفن جذور بارضك وعم تعمل امراض فطريه من سنه لسنه ما فيك تزرع الزوتانو. هيدا ما عم بحكي شكل الفواكه اكيد البان، هيدا عم نحكي اكيد الجزء رح يطعم عليه 100% اوكي الطعم اوكي صح. هلا رح كمل بالصور لفرجيك قد ايه في انواع افوكا موجوده. ونحن بلبنان عندنا تقريبا 8 انواع كثير معروفه، في منهم اي في منهم بي، دونك لازم نخلط من الاثنين. هول اللي مزروعين هون غير يلي من فرايتيز يعني. هلا عم نحكي عن الفواكه، رح نفرجي صور ونحكي عن كل واحد لوحده. اول واحد هو الهاس يلي معنا منه نحن هون اكيد بالاستوديو. هذا الهاس اللي بيكون اصغر شوي الحجم، مش ضروري هلا هيدا مسقبل لانه مقطوف في اورسيزون، ما هي ما لازم تكون هاي موجوده. سو هلا شلناها عن الشجره قبل وقتها. هيدا الهاس بدك تبرمه بين اسم اذا بدك يعني. دونك هيدي هي الهاس. هلا صح، هلا اذا بفرجونا من عند الصور كمان لنحكي عنهم يعني. الهاس هي الحلو فيها عم نحكي عن الحجم، مثلا انت كنت قبل عم نقول هي حجمها متوسط لصغير. طلع البير بليز على الصور، لقطاف من شباط الحزيران، هيدي الشغله اللي كثير مهمه، وهيدا الحجم تبعها. وهون عم بخبرونا كل شيء عنها. هلا هون بس ما رح فرجي دائما، بس لنقول انه اوقات ايمتى بتزهر ايمتى بتقطفها، هالاشياء كثير لازم نعرفها. وهيدي الهاس بتلاحظ انه هيدي الصوره كثير مهمه لانه في فلاورز فوق وفي الفواكه بنفس الوقت. هلا في كوزينتها للهاس يلي انتبه كمان على شغله مهمه، هي اي فلاور تايب يعني. انا هيدا مثل هونيك. هلا هون الاطاف تبعها بيتاخر 3 اشهر، واذا بدنا نعرف اوقات الفرق بين الهاس واللامب هاس، ما فاز احنا هون عندنا لامب هاس، عندنا لامب هاس حقيقي، هيدا هاس وهي لامب هاس. اوكي فرجيها وفرجي من تحت لانه كثير مهم من تحت نفرجي. بتطلع انه واحد منهم من تحت شوي دائري، الثاني هو من شويه بيكون مسطح، ملاحظ كيف هي؟ هيك بنعرفهم من بعضهم يعني. هولي كمان نوعين كثير مختلفين، السيزون تبعهم كثير بتكون مختلفه عن بعضها. رح نرجع اذا بحطوا لنا كمان صوره من عند، لانه هيك بتكون هول الصور هلا اور سيزون. ملاحظ كيف البير الهاس من تحت مروسه، لامب هاس شويه هيك مبلطحه من تحت، هيك بنعرف الفرق اكيد بيناتهم يعني بين هيدا النبتين. اوكي هلا عندي كمان بعدنا بالاي يعني، هول بزهروا اي يعني، هاس ولامب هاس وبينكرتون هول كلهم اي يعني، ما في ازرام ما بعد بدي احط من ثاني نوع. بينكرتون يلي شوي نجاسه فينا نسميها في اكيد مش فيك اكيد، هي اصلا أوكي. مكتوبه انه هي مثل النجاسه. بين كانون الثاني وايار بنقطفها، دونك هيدا اللي عم نشوفها كمان. كمان هي اي البينكرتون، حفرجيك كمان صور عنها هيك بتكون البينكرتون. وبعد نفرجي شغله كمان هي اي كمان يلي هي الريد. الريد كمان نوع افوكا، الحلو فيه انه دائري شوي اكثر. هلا هون مبينه اللي معك وبتشوفها كمان يلي هي كمان اي، هيدا بنقطفها بين ادار وبين اب. دونك هول الانواع كلها هلا اكيد في منهم اطيب من غيرهم. هلا هذا بدي اسالك انا من ناحيه الطعمه اكيد كل مره انا اذا بتلاحظ بالسايتس كان محطوط اي اطيب شيء مثلا هي الاقل. هلا بتشوف الفويرت كثير طيبه. هلا خلينا نشوف كمان صوره من عندي لنشوف كيف بتكون كمان الريد، هي اكيد ومستويه كلها سوا. دونك هيدي بتكون لك في دائريه، هيدا الفكره تبعها. وهون عم نشوف هول الانواع اللي شفتهم لحد هلا، الريد مع الهاس مع اللامب هاس كيف مغيرين من بعضهم. لحد هلا كنا عم نشوف كلهم نباتات من افوكا يلي هن اي. هلا اول وحده رح اشوفها بي يعني، انا اذا بدي ازرع من هاس فتوريد بده يكون عندي كمان فويرتا يلي هي لانه اي وبي كثير في اكيد يلاحوا بعضهم تيطلع عندي افوكا السنه الجايه يذكروا بعضهم يعني. الفويرتا مثلا موجوده من كانون تاني لنيسان، دونك هيدا هيدا الفويرتا بتطلع انه هيدا من الافوكا اللي كثير طيبين مثلا معروف عنا يعني. هلا اكيد هي ملسه من جوا يعني كمان، وكيف هي بتكون هيدا. لكن انا اول حديثك فهمت انه كل وحده منهم اي وبي، طلعت لا في انواع بس اي وانواع بس بي، ولازم يعني لازم نزرع من الاثنين من الشكلين الافوكا اللي هن مش نفس الافوكا. صح هلا اوقات بيتصلوا فينا بيقولوا لنا انه عندي افوكا صار لها 5 سنين مش مزهره ما عم تعطي فواكه، بيكون هيدا السبب لانه بيكون في ما في الاي والبي حد بعضهم، او مثلا الجار ما عنده. هلا هو اللي حكيناهم بالحلقه اللي انا بتجرب قد ما فيي وصل قد في انواع افوكا. دونك هون هيدي البيكن يلي هي كمان بي، اذا بتطلع سمرتها شويه بيضاويه، هي موجوده من كانون الاول لكانون ثاني يعني موسمها صغير يعني كمان. وعم نطلع دائما في الحجم. هلا في شغله ما عم بحكي عنها كمان البير، لازم نسال كمان لازم نسال يلي اللي عنده اكيد اللي عم نشتري من عنده، نساله اذا هل قد ايه بعدهم من بعدهم، لانه في منهم بيتبعدوا 3 امتار في منهم 8 امتار اكيد حسب الانواع. سو هون انت معك البيكن كان صح اللي بإيدك. هل بيد البيكن صح ولا ما بعرف شو كان فيه؟ الاتنجر هلا رح فرجيك الاتنجر. املاس هيدي، هيدي املاس 100%. وهولي كمان الانواع اللي كنا عم نحكي عنهم. بدي بعد فرجي كمان نوعين.
هلا بتشوف الاتنجر بعد شوي يلي هو الزوتانو يلي بتصور ما معنا رح فرجيه من عنده. الزوتانو كمان هو بيه هون عم نشوفه كمان بين كانون الاول وشباط كمان بيكون موجود. بكون حجمه كمان متوسط هي بيضاويه مثل ما كنا عم نحكي. هيدا مثلا اوقات بيقولوا انه شويه قشيره اصعب بس هيدا شغله مهمه نعرفهم هالقصص كلها. هيدا هي الزوتانو هون عم نحكي عنها. وهون عم نشوف الاتنجر يلي بلبنان بعتوا له اطنجا يلي كمان هيدا معروف عنا انه شوي بتشبه النجاسة. هي بين كانون الاول وشباط هؤلاء كلهم كتير أساسيين نعرفهم لأنه كنا عم نقوله بالأول إذا أطفت أور سيزون ما رح بقى تعطيك أفوكا. هيدا الشغلة اللي كتير مهمة يلي كنا عم نحكي عنها. هلا في أنواع منو الكوميرشل يعني هي موجودين أوقات عنا بالسوق اللبناني يلي مثلاً أوقات بياخدوا تاخد أفوكاية أنت بتحطها بالماي بتشلش بتزرعها يلي هولي إجمالاً إذا واحد عم يزرع يعمل مصاري ويعمل بستان ما لازم يجيب منهم يعني اكيد ساعتها لازم ننتبه باركود فينا نطعمهم بعدين يعني أوكي. يلي هنا مثل مثلا كنا عم نحكي عن توبا توبا لا ما عم تحكي انه مشروع زراعي اكيد بدك تروح على الاشياء الستاندرد يلي معروفه محبوبه الى ادويه الى عينيه معينه 100%. هلا نحن بالكلام الحلقه السابقه البير فسرنا كثير منيح امراض الافوكا يعني انا لما يكون عندي افوكا ما عم تعطي مثل ما لازم مثلا كنا عم نحكي عن الافوكا مثلا ما بيقدر يكون نقص بور بالارض تبعه وما بيقدر يكون الزنك بدي اعرف وين ازرعه كيف حضر الطريق كل هول في اللي ما حضرونا اليوم فيهم يرجعوا يحضروا على MTV Alive اكيد الحلقه السابقه ونعرف كمان انه الافوكا من 0 ل 600 700 ونعرف شغله كثير مهمه قدام بعدهم عن بعضهم بالبستان ونعرف كمان كيف نخلط بين اي وبين بي نسال كل هالمعلومات قبل ما نزرع افوكا يعني بالنتيجه زراعه معلميه واحد فيه يتسلى يزرع كم شغله بس لما تصير مهنه بس انا بعد بدي اقول شغله انه كل هالمعلومات اللي عم نحكي عنهم هن من ضمن بروجرام معمول من USAID اكيد هو IVCD يلي هي قطاع الدعم الانتاج اكيد اللبناني يلي في كذا فاليو تشين هيدا واحده منهم هي الافوكا يلي يعني هو انت اللي معك اياهم هن صابونتين لتشوف انه الدعم هو بدي احكي عنهم انه حتى بينعمل صابون من الافوكا من الأفوكا صح رح أبقى أحكي عنه هول بحلقة تالتة أكيد يعني لما نحكي عن شوية بروسيسنج ونحكي على الماركتينج وكلها بس هستمر بيضل في زيت زيتون مزبوط نص ولكن منزيد ليش لأنه فاتي أي بعدين بنحكي عنه أكثر تفاصيل تاني نعطيها حقها يعني هيك. أوكي ما طلعنا ولا واحدة مستوية ما قدرنا ندوقهم حتى لنعطيكم رأينا إذا الفورتي أطيب من الريد أو من الهاس بدنا ننطر نوصل للموسم. ثانك يو فيري ماتش مارك. فقرة هلأ رح تبلش مع كاتيا هي مع المسيح نحن بنرجع بنشوفكم قريباً.